سنة 49 أجرت مجلة اسمها الاتنين والدنيا مجموعة من اللقاءات الصحفية مع عدد من الفنانات المصريات يسألوهم على رد فعلهم على خيانة أسود. كانت الحقيقة كل الإجابات صادمة وتدعو للانكسار. على سبيل المثال فاتن حمامة قالت موت نفسي من اليافطة، ماري كويني قالت مش هصدق نفسي، رجاء عبده قالت أنا يغمى عليا. كل الإجابات بالشكل ده إلا إجابة هاكاريوكا قالت أنا ألم عليه خلق الله وافق بصوت الحياة. سنة 52 بعد اللقاء ده بثلاث سنين اتجوزت فعلا رشدي أباظة، وكانت قصة حب سريعة وملتهبة. الزوجين سافروا في أحد الأجازات لبيروت في عاصمة لبنان، وهناك اتقابل الدونجوان مع مغنية اسمها آني بريه كانت فرنسية، وكان يتعرف عليها في أحد الحفلات في القاهرة وحب يعمل يطارحها الغرام سرا من ورا تحاكمك، واتفقوا ان يتقابلوا في احد الملاهي الليليه، وامتدت السهره لحب وحميميه. وفاعل خير بلغ تحاكا ريوكا باللقاء، راحت على الملهى الليلي طبعا مسكت دنجوان ادته من المنقي خيار، ادته كلام جامد جدا، الا انها مسكت صاحبتنا المغنيه الفرنسيه من شعرها في وسط الملهى الليلي واصرت على الطلاق، وحصل طلاق بعد 18 شهر.